اللي جاي في النادي الأهلي فترة مهمة وصعبة جدا جدا جدا. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ أنا بقول لحضراتكم هذا الكلام لأنه، وكل يوم هتسمعوا مني هذا الكلام، لأنه هذه الفترة هي فترة هامة، فترة لا نريد فيها الكلام عن أي حد ياخد اللعيبة أو ياخد دماغ اللعيبة أو ياخد تركيز اللعيبة ويروح بيها لماتش اتأجل، ماتش اتعاد، ماتش مش عارف إيه، كلام من هذا القبيل أنا شخصيا ما بحبش أتكلم فيه ولا لي علاقة بيه. أنا كل اللي يهمني إن أنا كان عندي مباريات، الأربع خمس مباريات الأخيرة قدرت أكسبهم في الأربع مباريات الأخيرة تحديدا 12 نقطة من أربع مباريات، وبالتالي أنا عايز أكمل، أنا عايز أخد الدوري، انا بلعب ان انا باخد الدوري. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، نفس فكره بيراميدز اللي عملها ان هو جري ووصل للنقطه 62، وانا هنا لا الوم بيراميدز لانه بيراميدز خرج من البطوله الافريقيه ولعب في الدوري، فكان بيلعب مبارياته وبيكسب كل المباريات سواء كان بمجهوده الشخصي او قد يكون هناك اخطاء تحكيميه في بعض المباريات اللي احنا شرحناها لحضراتكم خلال الفتره الاخيره، ولكن الواقع اللي قدامي دلوقتي ان بيراميدز على قمه الدوري برصيد 62 نقطه، والنادي الاهلي هو اللي بيلي بيراميدز، واحنا اللي عندنا المشكله او احنا اللي عندنا الضغط. فمحدش ينظر ل انا خلاص بيراميدز وصل لنقطه 62، محدش يقول لي اصله بيراميدز هيعيد ماتش ولا لا، فيش الكلام ده. انا بنظر لحاجه واحده بس، ازاي انا كنادي اهلي اكسب مبارياتي خلال الفتره القادمه. انا ماليش علاقه باي حد ولا لي علاقه اليومين ثلاثة اللي فاتوا وما كان يحدث خلال الفتره اللي فاتت، ولا لي علاقه باللي بيحصل في الفتره اللي جايه. انا كنادي اهلي لا انظر لمثل هذه، من المفترض ان انا لا انظر لمثل هذه الامور. وانا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي ليس له علاقه من قريب او من بعيد باي حاجه، ولا شاغلين نفسنا باللي بيحصل، ولا هشغل نفسي، ولا هنظر لورايا، عمرها ما هتحصل، هفضل مكمل في طريقي. وده اللي انا بطلبه من جمهور النادي الاهلي، من فضل حضراتكم نلتف خلف الفريق او نلتف حول الفريق خلال هذه الفتره، نقف في ظهر كل واحد حتى الوحش، حتى اصل هو مش عايز يبقى وحش، هو عليه ضغط وعليه مجهود بدني ومجهود ذهني ومجهود كبير جدا، كان بيتعمل في فترة طويلة جدا مباريات متتالية، ودلوقتي بعد راحة خدت خمس ست مباريات، وبعدين الحمد لله ربنا كرمنا امبارح او النهارده بثلاث نقاط مهمة وما لعبتش المباراة. هو هي دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر كلاعب تشم فيها نفسك، لكن اللي جاي في شهر ونص يمكن اقل 45 يوم او 46 يوم هتلعب 15 16 مباراة، يعني كل ثلاث ايام مباراة، هتحتاج ال 30 لعيب، ممكن يبقى فيهم اللي جاهز، ممكن يبقى فيهم اللي مركز، ممكن ما يبقاش فيهم اللي مركز. احنا كجمهور النادي الاهلي وكاعلام النادي الاهلي نقف في ظهر لعيبتنا، واللي مش مركز نخليه يركز، واللي مش كويس نخليه كويس، لانه احنا عندك 30 لعيب هم افضل اللاعبين موجودين في مصر وفي وجهه نظري في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا. هي مش وجهه نظر بالمناسبه، لانه انت بطل دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرمك بالدوري. يبقى هذا الجيل من اللاعبين عمل شغل رائع جدا جدا، وانا هنا رسالتي للعيبه، اللي جاي صعب، دوس على نفسك شويه، مش لازم تروح تتفسح. انا عارف انا الحمد لله كنت في يوم من الايام في هذه المكانه، عارف ان الواحد بيبقى نفسه ينزل يتفسح، نفسه يشم نفسه، نفسه ياخد مراته وولاده ويسافر اي مكان، او يروح يشوف مامته، يروح يشوف باباه. الواحد لعيب الكوره يا جماعه مش آله، ولكن دوسوا على نفسكم الشهر ونص دول، دوسوا على نفسكم. احنا 30 واحد او 30 لعيب و70 80 مليون اهلاوي مستنيين فرحه. هتقول لي ما احنا ليه؟ هقول لك انسى كاس دوري ابطال افريقيا، خلاص الكاس بقى في الدولاب، الكاس بقى في الدولاب. احنا دلوقتي بنبص على الدوري العام المصري، وزي ما قلت لكم اليومين ثلاثة اللي فاتوا كل اللي بيحصل ده والله ولا في دماغ اللعيبة، عشان تبقوا حضراتكم بس عارفين، مش عايزين نشغل دماغنا ونشغل دماغ لعيبتنا بحاجات ملناش علاقة بيها أساسا. أنا ماليش علاقة
الزمالك لعب ولا ما لعبش، ماليش علاقه بيراميدز هيعيد، ماليش علاقه بالكلام ده خالص. انا في طريقي، انا في ماشي في طريقي، ماليش اي علاقه باللي بيحصل ده كله. واحنا كجمهور 80 مليون اهلاوي في ظهركم، لكل اللاعبين، كل جمهور النادي الاهلي واقف معاك وبيقول لك احنا سعداء جدا باللي فاتوا او بالبطولات اللي فاتت، ولكن احنا عايزين ناخد الدوري وعايزين ناخد الكاس وعايزين نلعب في الانتر كونتيننتال ونوصل النهائي. هو ده تفكير الجمهور النادي الاهلي. بالمناسبه كل الناس اللي بتكلمني بيقولوا لي مثل هذه الامور، يا كابتن احنا عايزين اللي بعد كده ايه؟ والله ما حد بيقول لي دوري ابطال افريقيا ولا لا لا لا، خلاص احنا الدوري والمش. هذه هي طبيعه جمهور النادي الاهلي، هي اللي بتدفع اللاعبين دائما ان هم عايزين يكسبوا كل الماتشات. الحمد لله والشكر لله عندنا مجلس اداره محترم برئاسه كابتن محمود الخطيب واقف في ظهر كل اللاعبين وفي كل الالعاب بالمناسبه، وان شاء الله قريب نعمل لحضراتكم كشف حساب لالعاب الصالات السنه دي، عاملين حاجه رائعه جدا يعني باستثناء السله شويه، لكن الامور وهنتكلم في كل هذه الامور في وقتها. ولكن دلوقتي احنا كلنا في ظهر فريق الكوره، عندنا شهر ونص صعبين جدا 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 جدا. كولر من ناحيته اكيد بيقوم بتحضيرات مهمه لهذه المواجهه، المواجهه اللي جايه مواجهه مهمه ومواجهه صعبه. نتمنى انه تبقى كل اللعيبه مركزه وتبقى كل اللعيبه نسيت اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت، وانا متاكد من ده، ونركز في مباراه يوم الجمعه القادم اللي هي مباراه بثلاثه نقاط تخليك ماشي في طريقك ان شاء الله للعوده لصداره الدوري الممتاز.